قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، إنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا والرزايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية مرادنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل جنانك هي ديارنا وقرارنا ومآلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا أحد يا صمد، يا من لا يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأريسنا وسميرنا وجليسنا وسائخنا ودليلنا إليك، إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا عظيم يا رحيم يا حنان يا منان، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من تبسط يديك بالرحمة، يا من هو أرحم الراحمين، أحسن المتجاوزين، أكبر الغافرين، يا الله لا حد لجودك، لا منتهى لرحمتك، لا مغلق لأبوابك. اللهم لا يصد عنك صاد، ولا يحجب عنك حاجب، يا الله يا من رحمتك سبقت غضبك، يا من رأفتك غلبت غضبك، لا إله إلا أنت. اللهم يا الله يا من رحمت المذنبين، يا من قبلت التائبين، يا من عفوت عن المتجاوزين، يا إله إلا أنت. يا من ناديت عبادك المسرفين، يا من طمعت عبادك المتجاوزين، يا من قبلت القتلة والسارقين والمجرمين التائبين، يا الله العظيم.
العفو أحب إليك من المؤاخذة. يا من دعوتنا أن نتراحم وكنت أنت بنا أرحم، يا من دعوتنا أن نتجاوز وكنت أنت المتجاوز. نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا، أعتق رقابنا، أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم يا من يجيب المضطر، يا من يكشف السوء، يا من يغفر الزلات، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال يا ذا الكمال يا ذا العزة والجبروت، اللهم إن لآبائنا وأمهاتنا حق علينا لا نستطيع قضاءه إلا برحمة من لدنك ومغفرة. اللهم فأرضهم وارض عنهم، ارفع قدرهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم اشف سقيمهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم أصلح ذريتهم، اللهم وأقر أعينهم، أمن خوفهم، اجزل مثوبتهم، اللهم اشكر صنيعهم، اللهم كافئهم باليد الطولة التي لهم علينا يا رب العالمين. يا إلهنا، لا يكافئهم إلا أنت، لا يجازيهم إلا أنت، اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم مريضا، اللهم اشفه بشفائك، داوه بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من انقطع منهم عنا وفارق الدنيا، اللهم فاجعل مأواهم جناتك، اللهم اجعل مأواهم جناتك ومستقر رحماتك، اللهم يا حي يا قيوم، أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما أكرمونا آباءنا فأكرمهم، اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم، كما قدمونا على أنفسهم، فارزقهم اللهم جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، لا تدع لنا في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعدتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذه عشر الأولى من رمضان قد ولت، ونسألك يا حي يا قيوم أن تبارك لنا ما بقي من رمضان، وأن تدركنا ليلة القدر، وتجعلنا فيه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله اللهم دليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. المونتاج والإخراج أبو عامر عمار بابا، تقديم عادل بارباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.